مجموعة من أخطاء الأداء حدثنا في البداية حول تجاور الحروف وهي أم الأخطاء وأساس الأخطاء، ثم تحدثنا في ثناياها عن كيفية علاج هذه المشكلة من خلال التعامل مع رياضة الفرق وهي أم العلاج وأساس العلاج رياضة الفرق، ثم تحدثنا عن الغنة، تحدثنا عن أخطاء الراء، تحدثنا عن أخطاء حروف الاستعلاء والتفخيم، ثم تحدثنا بالأمس حول ما يتعلق بحروف الحلق والأخطاء الواردة في حروف الحلق والتدريبات على ذلك. اليوم دعونا نجمل ما فصلناه في هذه الأيام بشكل موضوعي، بمعنى نأخذ خطوة ما هي آلية أو الآلية الصحيحة لتصويب أخطاء الأداء، سواء كنت معلما أو كنت متعلما، كيف أتعامل مع أخطاء الأداء، ما هي المبادئ الرئيسية لمن أراد أن يصوب خطأ الأداء عند نفسه وعند غيره، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى سوف يكون ختام هذه الدورة ولحن الرجوع الأخير نعزفه إن شاء الله معا ونحزر قليلا ونوزع الحلوى وننهي هذه الدورة بإذن الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم من غير مكاتب. طيب، موضوعنا اليوم حول تصويب أخطاء الأداء في تلاوة القرآن الكريم. أول شيء يجب علينا أن نفعله عند تصويب أخطاء الأداء، ما هي أول خطوة إذا أردت أن أصوب خطأ عندي أو أردت أن أصوب خطأ عند الآخرين، ما هي أول خطوة يجب أن أقوم بها؟ معرفة نعم النحو. طيب كمان العلم النظري، كمان معرفة الخطأ، كمان تقبل الخطأ، كمان النطق الصحيح، كمان النية، كمان المرآة، كمان الاستماع للشوفة، الاستماع شارح هذه بحكي حزيرة راح بحكي لنا النية نعم معرفة الصوت الصحيح، الاستماع للشيوخ الأجلاد الشيوخ الحصري مثلا، الاستماع الاستماع. طيب الهمة والصبر، الهمة والصبر نعم، التكرار، التكرار تحديد الخطأ، أيوة الرياضة عبور الخطأ بصدر الرحمة، أيوة الله يفتح عليك هو هذا اللي هي إيجاد القناعة بضرورة وجود الأخطاء أو تصحيح الأخطاء قبل أن أصوب خطأي أو أصوب خطأ الآخرين، لابد أن تكون هناك أرضية من القناعة إنه هذا الأداء خاطئ ويحتاج إلى تصويب. من غير قناعة، من غير وجود هذه القناعة، كل عملنا بتعرفوا إحنا نسميه إحراث تجمال. بتعرف شو يعني إحراث تجمال؟ الجمل هو يحرث، شو بيكون يسوي؟ بيخرب اللي حرثه. وهو الجمل ماشي عم بحرث بالأرض، بيكون بيخرب اللي حرثه. فإحراث تجمال بيسموها، أو إحراث بمي، يعني ما في فائدة. ليه؟ لأنه أي عمل بلا قناعة فلا فائدة من وراءه، وإذا تم بشكل لحظي سوف ينتهي بعد ذلك، سوف ينتهي بعد ذلك. ممكن أنا أجي أصوب لطالب خطأ مجاملة إلي أو لأنه عم بأخذ معي دورة أو بأخذ معي إجازة يقرأ به، بس ينتهي الموقف التعليمي شو بصير؟ يرجع إلى نفس الخطأ السابق لأنه لم يقتنع بوجود هذا الخطأ. فلا بد من إيجاد هذه القناعة عندي أنا إذا كنت بدك تصوب لي خطأي، أو عند الطالب إذا كنت بتصوب خطأه لتصويب هذا الخطأ أو لوجود الخطأ أصلاً. طيب كيف تأتي هذه القناعة؟ تنويم مغناطيسي؟ شربة بشربها مع قناعة؟ كيف تأتي هذه القناعة؟ استعمال وسائل توضيحية، تمام؟ أي واحد؟ يعني نفسه إنه هو يسمع، تمام؟ يتعلم معلومة نظرية مثلاً. يعني يتواضع على طلب العلم. نعم. طب وإذا ما عندوش تواضع كيف بده يوجد له إياه؟ تنويم مغناطيسي. طيب. الثقة فيما يتلقى منه. نعم الثقة. الثقة بالآخرين، أحسنتي، كلام رائع، أيوه. التسجيل. اللي هو الأدوات، منها التسجيل كمان. التعليم القراءة جيد. استماع نماذج
صحيحة. طيب أيضا الاستماع لمن اللي هو الثقة أن يكون ثقة. طيب كمان أيوة الهمة للتعلم، وجود همة للتعلم، وجود نية عنده من أجل التعلم. طيب خلينا نشوف كل كلامكم ما شاء الله كلام صحيح. أول شيء ثقة القارئ بالمقرئ، ثقة القارئ بالمقرئ رواية ودراية، يعني يكون عندي ثقة بمن أسمع منه، بمن أراد أن يعلمني، يكون عندي ثقة بأدائه وثقة بمعلوماته. والثقة هذه إخواني وأخواتي ثقة ليست ثقة فطرية، بل هي ثقة مكتسبة، ليست ثقة بالطبيعة. يعني مش لأنه والله محمود جاي من آخر الدنيا وجاي يعلم وجاي يدرس معناته ثقة، لا مش هيك الأمور. مش لأني جلست أمام الشيخ الفلاني أو أنت جلستي أمام الشيخ الفلانية تتعلمين عليها معناته أصبحت مباشرة ثقة. الثقة لابدها من عدة أمور. كيف تأتي الثقة؟ كيف تأتي الثقة بين الطالب وبين الشيخ، بين المقرئ وبين القارئ؟ من أين تأتي الثقة؟ معاملة حسنة. أيوة. لا ما بحكيش عن الثقة أنا الأخوية، بحكي عن ثقة علمية. بحكيش عن ثقة إنه والله بعطيه 100 دولار يحطهم معاه ما شاء الله بيصرفهمش، لا مش هاي الثقة. إحنا بنتكلم عن ثقة علمية إنه سنده صحيح. أحسن بعلم المعلم. طول بالك نقطة مهمة جدا بدأنا بها، سند صحيح، إنه السند الذي تلقى به إسناد صحيح، طريقة أخذه للقراءة طريقة صحيحة، ختم ختمة كاملة من الفاتحة إلى الناس على أسانيد معتبرة. جميل. إذا هذا واحد. اثنين مش شرط. كيف تأتي الثقة؟ صدر الطرفين. نعم ماشي. كيف تأتي الثقة؟ كيف يأتي الاقتناع؟ صدر الطرفين. نعم الطالب والمعلم صدرهم. صدر الطرفين بدي ثقة علمية، ثقة بالرواية والدراية. أنا أثق بأنه هذا نقله صحيح وأثق بأنه عنده علم صحيح. كيف؟ نعم سيرته الذاتية للشيخ، طلبه للعلم، حرصه على طلب العلم. صاحب ديانة. أيوة لأن المعلم يجب أن يقرأ على الطالب القراءة وبعدين يعني ما أعرف سماع قراءة الشيخ. أيوة. إنه أسمع قراءة الشيخ هذا يعطيني ثقة إنه هذا الشيخ يوقفني على دقائق الأمور، إنه أنا عم بقرأ مش والله أنا شاعر حالي كطالب عم بخطأ والشيخ مش منتبه، الشيخ أذنه بتهرب ما عم بسمع. تمام؟ إنه والله أنا شاعر حالي إني أخطأت وخطأ دقيق وهو ردني. من هنا تأتي الثقة. الشيخ مثلا ما بيغفي أثناء القراءة، ما بيسهى أثناء الدرس، ما بيفوت بعض الأمور، هذه من أيضا تأتي الثقة. إذا سألت عن مسألة علمية أجابني بالدليل وأرشدني إلى ذلك الدليل، مش احتكر الأدلة لوحده. والله قال فلان، طب وين قال فلان؟ ارجع على المرجع الفلاني تجد فلان قال هذا وهذا، مش انه والله قال فلان. ايش بدك وين قال فلان؟ هيني بحكي لك لا ليست مش مطلوب، مش مطلوب مني انا، مجرد اني جلست امامك اتعلم عليك انه اتعامل معك كالميت بين يدي المغسل. لابد انه تعطيني هذه الثقه وتكسبني اياها حتى في النهايه يتشكل عندي قناعه. بعد ذلك بعد ما صارت الثقه حكى لي شيخي انه عندي مشكله بحرف السين على الراس والعين، عندي ثقه تامه. ليه؟ لاني اعلم انه هذا رجل متجرد لله تعالى، اعلم انه هذا الرجل اذنه دقيقه، اعلم انه يتحدث عن علم. واذا فقدت الثقه بين المقرئ وبين القارئ فعل الدنيا السر. في الوقت اللي انا بشعر انه ما في ثقه علميه، اتكلم عن ثقه علميه بحكيش عن ثقه اخويه، قد يكون صديقي وحبيبي وقد بستأمنه على بيتي. تمام؟ يعني كما يقول المحدثون ليس كل عدل ضابط، ممكن يكون عدل في قمة التقوى والإيمان لكن رواية الحديث فيها مشكلة. تمام؟ إذا فقدت الثقة، إذا شعرت أنه فقدت الثقة أقول مباشرة ما بكمل. ليه؟ لأنه ما عاد في مجال أنه بعد ذلك أسمع منه. خلي كلامك. طيب إذا خل أي سؤال خليلي بعدين بنعطي جولة أسئلة كمان شوي. إذا أول نقطة الثقة بين القارئ والمقرئ. طيب هذه الثقة مسؤولية من؟ من المسؤول عن إيجادها؟ الشيخ. المعلم هو المسؤول عن إيجاد هذه الثقة، هو المسؤول عن تعزيز هذه
الثقة. طيب اثنين، كلما تعب المقرئ على أذن القارئ أراحه في تصويب الأخطاء. ذكروا أو قلنا سابقا حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عندما قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق، شو قال له؟ قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال له أو سماني لك؟ قال نعم. لاحظوا تزكية قراءة أبي جاءت من السماء، هذه تزكية لقراءة أبي رضي الله عنه. فقال له أو سماني لك؟ قال نعم. فيقول أبي قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له لماذا قرأ عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قرأ علي لآخذ ألفاظه. قرأ علي لآخذ ألفاظه، إيش يعني؟ يعطيني النموذج الصح، يقوي عندي مهارة الاستماع. كل ما أذن الطالب سمعت، مثل ما قلنا المرة الماضية، نماذج منتمية ونماذج غير منتمية، نماذج صحيحة أو مخلوطة بنماذج خاطئة، كل ما سمعت، كل ما تمرنت، كل ما دربت فمها، كل ما سمعت من الآخرين، كلما أذن الطالب استطاعت أن تكسب الصواب. اليوم واحد من الأخوات اللي كنا نتحدث عن حرف السين، قال سمعت خلص استقر هذا الصوت، وين استقر؟ في الأذن، ثم بعد ذلك يصبح فترة. الآن المتقنة من كل، نسأل الله تعالى لكم ذلك، إذا سمعت غنة حتى لو كانت من خلف الهاتف أو من خلف السكايب يمكن أن تميزها. ليه؟ لأن صارت الأذن لديها قدرة على تمييز الصواب من الخطأ. طيب النقطة الثالثة، توضيح القواعد السليمة للقراءة قبل البدء بالتلاوة. يعني قبل ما نبدأ بالتلاوة أو التدريس دعونا نتفق ما هي الأصول السليمة للقراءة السليمة، ما هي أصول القراءة السليمة، ما هي مواصفات القراءة السليمة مدعومة بالأدلة، مدعومة بالدراية. يعني نحن نتفق والله إذا أردنا أن ندهن هذه الغرفة، نجلس مع الدهين، نقول له نريد اللون كذا، ونريد الزينة هنا كذا، ونريد المواصفات التالية، نتفق ونكتبها، نضع هذا الاتفاق. فمن أخل بالاتفاق من الطرفين يرجع إلى من؟ يرجع إلى هذا الاتفاق. كذلك القراءة السليمة نتفق عليها ونوصفها قبل أن نبدأ، لا بد للحركات أن تكون كذا، لا بد لحروف المد أن تكون كذا، لا بد للمخارج أن تكون كذا، فهذه تكون مرجعية. ودائما بيقولوا اللي أول نور آخر سلامة، اللي أول نور آخر نعم، الأول شرط آخر نور، دخلت النور بالسلامة بالرضا مع بعض، يلا آخر حصة عادي مش مشكلة. طيب استخدام الوسائل المساعدة، مثل ما قال أستاذنا الله يكرمه، استخدام الوسائل المساعدة. وقلنا في المرة الماضية إنه أحيانا الطالب قد لا يشعر بأنه أخطأ إلا إذا سجل صوته. أنت عم بتفخم الألف، الألف ما شاء الله عنها ولا أحسن منها، طب تفضل سجل. آه والله بعد ما يسمع صوته بقول فعلا أنا فخمت الألف. الطالب اللي بده يستفيد مسجله او اداه التسجيل عنده حاضره، وما عادت زي زمان والله يحمل معه هيدفون او يحمل معه مسجل الجدي وحط الشريط يتكسر الله على المسجل ويكبس الكبسه الحمراء ذكرني تبع على التليفون مباشره بسجل وانتهي الموضوع. طيب ما فائده غير الكلام اللي قلته الان، انه يعني طريقه للاستدلال على خطئه لإثبات أنه أخطأ، ما فائدة وجود التسجيل أيضا؟ يعني بعد مدي برجع بشوف اللي قرأه من سنة وشو قرأ هلأ، أحسن بعرف الفرق. عم تحكي لبناني اليوم لبناني معنا لبنانية صار لي 10 أيام أول مرة أسمع سنة ومدي لبناني. طيب كمان ما الفائدة أيضا؟ ما فائدة هذا؟ نعم سهولة التصحيح أيضا، سماع الخطأ بمعنى إلى ماذا يؤدي؟ قناعة يؤدي إلى هذه النقطة، أذن القارئ لما الطالب يسجل الخطأ وسجل التصويب وسجل أداء الصواب، إذن هذا يدرب ماذا؟ يدرب أيضا أذن القارئ. طيب إسماعه قراءة نموذجية مرجعية. كان أبو الدرداء رضي الله عنه
إذا صلى الغداء، إذا صلى الفجر، فتح مجلسه للإقراء، فيأتي الطلبة يجلسون حلقاً حلقاً، على كل حلقة عريف من عرفائه، واحد من تلاميذ المبرزين يدرس الطلبة يعلمهم. فإذا انتهى الدرس جلسوا جميعاً، وأبو الدرداء في المحراب يقرأ وهم يرمقون ألفاظه. شو عم بعطيهم؟ قراءة نموذجية، حتى عد من في مجلسه يوما فوجدهم 1500 رجل. ما كانوا النساء مقبلين على التجويد بذلك الوقت. فبدأوا يأخذون منه ألفاظا، كذلك فعل أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من وجود قراءة نموذجية مرجعية، قراءة مرجعية نرجع إليها، إما الشيخ نفسه أو قارئ من القراء المبرزين في زمانه المتقنين الذين تتوافق قراءتهم مع هذه النقطة، القواعد السليمة للقراءة. لابد من في زمانه. نعم، وفي زمانه. والله لا نزكي على الله أحد، أحسب والله تعالى أعلم. بكل ثقة أن سيدنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله هو مقرئ هذا الزمان، والله تعالى، والله تعالى لديه ختمة تعليمية، لديه ختمة تعليمية كانت يقرأ والطلبة يعينون خلفه، يعني بنسبة كبيرة جدا يعطيك الصواب. يبقى الخطأ البشري الموجود على كل البشر، ما بعطيك البيرفكت، لكن أقل ما فيها إنه هذا الصواب موجود، يعني الكسرة هنا ممكن يكون فيها مثلا مشكلة فرضا، لكن موجودة في باقي القرآن وهو إلى آخره. أحسب أنه يعني هو من يعطيك هذا في هذا، والله تعالى أعلم. أنا بتكلمش أنه هو الوحيد، لكن هي هو التسجيل الموجود أمامنا الآن، بتكلم عن شيء مادة متوفرة، بقولش أنه هو الوحيد وبلغي كل أهل الزمان، لا حاشا لله، لكن التلاوة المتوفرة الآن التسجيلية للقرآن كاملا هذه هي. تمام؟ يعني أرجو أن يوضع الكلام في الميزان، يعني يوضع في ميزانه الحقيقي، مش انه والله ما في غيره، لا، لكن هو عنده ختمه كامله وختمه تعليميه، هي ختمه تعليميه وبالتالي ومتاح موجوده على الانترنت، ختمه تعليميه متاحه، وهذا هو الفرق. طيب النقطه اللي قلتوها اللي هي خلق الطالب والمعلم، تعزيز جوانب التزكيه وادب الطلب عند المتعلم، يعني كلما زادت التقوى، لانه كل ما عززنا موضوع الاخلاص كلما كان الرجوع للحق أسهل، كلما كان قبول التعديلات أسهل، كلما كان قبول النصح أسهل، وبالتالي لابد من تعزيز هذه الوسائل. طيب كمان قدرة المعلم على وصف الخطأ، تقنع الطالب أكثر بوجود هذا الخطأ، أنت فعلت كذا بلسانك ومن أجل ذلك حصل هذا الخطأ، أنت فخمت الصاد، أنت فعلت بالراء الأولى كذا والراء الثانية كذا، أنت والله عندك، كلما زادت دقة المعلم كلما زادت قناعة الطالب به، وكلما أيضا استطاع أن يوصف الخطأ، وهذه مهارة لابد أن يمتلكها معلم القرآن الكريم، مهارة وصف الخطأ، وصف كيف يحصل الخطأ، وهذا يعني أنه لابد أن يكون له حصيلة ولو قليلة من الدرس الصوتي، كيف تنشئ الأصوات، معرفة كيف تنشئ الأصوات يؤدي إلى بنا إلى معرفة كيف حصل الخطأ. والله أنت بدل ما تضع لسانك هنا وضعته في المكان الفلاني، بدل ما الصوت يخرج من هنا خرج من هنا، إذن هذه القدرة أيضا تعطي قناعة للطالب. اللغة السهلة في وصف الخطأ، وهذا وتوقع حكينا عنه مبارح لما ضربنا مثل الشخير الخاء أو غرغرة الغين أو مثلا بلع الضاد او نفخ الضاء او الى اخره، هاي مصطلحات زي ما ذكره الامام القرطبي رحمه الله عليه، خنخنه الخاء، سكسكه السين، شنشنه الشين، بهذه المصطلحات. طب تخيل لو جيت قلت للشيخ عارف والله انت عندك مثلا سكسكه في السين، شو بده يقول؟ وبالتالي يعني بده يعني بدل انا الان كلفت الطالب، بدل ما أكلفه بتعديل الخطأ، عم بكلفه يفهمه أول، يفهم المصطلح بعدين يعدل الخطأ. ولذلك لابد أن يوصف الخطأ بطريقة سهلة، أسهل طريقة لوصف الخطأ. ثم كما قلنا بالأمس
ندل على الخطأ من خلال أعضاء النطق المحسوسة. ندل على الخطأ من خلال أعضاء النطق المحسوسة. ثم لابد أن يكون وصف الخطأ لا يؤدي إلى خطأ آخر وليس خاطئا. زي والله يجب أن تخرج حروف المد من الجوف. هذا مش الجوف، ما لهش علاقة بالجوف. هذا في حرف يخرج من هون، ما في حرف يخرج من هون. تمام؟ إذا لابد أن يكون لدي لغة سليمة سهلة في وصف الخطأ ووضع الدليل من الدراية على كون الخطأ خطأ. طيب أنت تقول لي إنه زي ما قلنا، بتتذكروا حكينا عن استخدام الشفتين بالمفخم، قلنا ما الدليل على ذلك؟ وأتينا بقول من أقوال الأئمة حول أنه لا تستخدم الشفتان إلا في كذا وفي كذا، توضيح الفرق الصوتي بين الصواب وبين الخطأ. زي ما قلنا قبل قليل، بدل ما نقول الله الصا الله الصا، لازم أبين الفرق الصوتي. الصا أنا بقول له لا تقول صا، قول صا. أنت قلت صا، لا يجب عليك أن تقول صا. إذا بميز له الفرق بين الصوتين، وهذا أيضا يعزز موضوع الأذن ورياضة الأذن عند الطالب. طبعا هذا ينطبق علي إذا كنت طالبا أو كنت متعلما. هذا ما يتعلق بإيجاد القناعة. وقبل ذلك وبعده وأثناءه، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يعني وهذا سبحان الله عبارة، هذه العبارة والله الموفق، كلمة والله الموفق، والله الموفق للصواب بهذا الشكل. معظم عبارات مكي والداني والقرطبي بعد الحديث عن القراءة السليمة يذكرون والله الموفق، والله الموفق للصواب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كما ذكرنا في أول درس مقولة الإمام أبو العلاء العطار، وذلك لا ينال إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طيب الآن أين تكثر الأخطاء؟ مظنة الوقوع في الخطأ، أين يكثر الوقوع في الخطأ؟ وهذا على فكرة منهج تعلمناه من أئمتنا أيضا، ابن الجزري رحمه الله من مناهجه التعليمية التي بثها لنا في المقدمة الجزرية أنه علمنا ضرورة التنبيه على مواطن الخطأ المتوقع. أين يتوقع أن يخطأ الطالب؟ ونبهه قبل أن يقع في الخطأ. ولذلك قال ابن الجزري وأظهر واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، موطن خطأ متوقع. وهذا اللي كنا نعمله خلال الفترة الماضية لما كنا نجيب الأمثلة من كتب الأئمة. أين يكثر الخطأ؟ أين مظنة الخطأ في التلاوة؟ أين يتوقع أن يحصل الخطأ؟ تجاور الحروف، كمان تفخيم وترقيق، تفخيم وترقيق، الغنن، الغنن، الحركات مالها؟ يعني أي حركة مظنة خطأ؟ يعني وجود الحركة هو مظنة خطأ؟ لا. أيوة. أتكلم عن مظنة الخطأ. السكون مظنة، أي سكون مظنة خطأ؟ الحروف الحلقية. طيب همزات المحقق، نعم، تجاور مثلين، تجاور مثلين بشكل عام. قلنا تجاور مثلين مظنة وقوع خطأ، حروف الاستعلاء والارتفال، تفخيم ترقيق. طيب كمان الشدة الألفات. طيب مخارج الحروف، أنا برفع يده وبقدمه على برفع شيده. المدود، أيوة الألفات. الزمن، كل القراءة صارت خطأ يا جماعة، مظنة وقوع الخطأ. هذا خطأ، بس كيف يأتي؟ خلينا نشوف، معلش توالي الحركات، خلينا نطبق. ولا لبسنا، ولا لبسنا، شايفين؟ ولا لبسنا، هذا مظنة وقوع خطأ. يعني إما أن يأتي تمطيط، قد يقول القارئ ولا لبسنا مثلا، أو يقول ولا لبسنا، يختلس. إذن توالي الحركات مظنة وقوع
الخطأ ولا لبسنا ولا لبسنا. جميل، هذا هو. وهذا ذكر الداني رحمة الله توالي المثلين. لا أبرح حتى لا أبرح حتى ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير شرر شرر فيه هدى فيه هدى. توالي المثلين مظنة تكون خطأ، إما أن يدغم في غير موضع إدغام، أو تختلس حركته، أو يختفي من غير إدغام، يعني خفاء. إذا لابد من الانتباه عند الإتيان المثلين. طيب، تجاور حروف مختلفة الصفات اللي سماه الإمام القرطبي شوائب الحروف. شوائب الحروف، بعض الحروف لها مزية تجذب حروفا أخرى إليها، مثل حرف الغنة عندما يجذب حرف المد إليه، عندما يأتي حرف مجهور وبجواره حرف مهموس، يأتي حرف شديد وبجواره حرف رخو. إذن قدوم حرفين مختلفات الصفات يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. ليه؟ لأن الحرف يحتاج إلى حرف يشابهه في الصفة كي يرتاح، كي يلفظ بشكل مريح. وهذا ضربنا عليه مثال سابق. نضرب الآن مثلا كلمة أجتثت. أجتثت عندي حرف جيم مجهور، وعندي حرف تاء مهموس. هذه التاء حتى ترتاح باللفظ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حرف مهموس بجوارها، لا تحتاج إلى حرف مجهور. تمام؟ إذا كنت أنا رفيع جالس في الطيارة بحاجة حتى ارتاح بالجلسة إلى من؟ إلى واحد رفيع مثلي. لو كان واحد سمين ما راح ارتاح بالطائرة، صح ولا لا؟ تنزل. هذا على فرض إني رفيع سيدي، بفول على حالي يعني إن شاء الله. ولذلك الآن نأتي على الحروف نفس الشيء، نفس البشر. حرف التاء مهموس، حرف الجيم مجهور، ولذلك تجذب التاء الجيم إليها فيأتي حرف مهموس يشبه التاء في الهمس ويشبه الجيم في المخرج، وهو الشين أو بين الجيم والشين. أجتثت بالجيم، هذا مظنة وقوع خطأ. مسجد، شو بنلفظها؟ مسجد. مسجد مش هيكون؟ وين رايح والله؟ على المسجد. رايحين على المسجد. ليه؟ لأنه السين مهموسة والجيم مجهورة. الجيم حتى ترتاح باللفظ تحتاج إلى حرف مجهور بجوارها. ما الحرف المجهور الذي يشبه السين؟ الزاي. الزاي. ولذلك يأتي مسجد مثلا. لاحظوا، إذن تجاور حروف مختلفة الصفات لابد أن أنتبه إليها، أنبه الطالب عليها، أدرب الطالب عليها قبل أن يقع للخطأ. تجاور المرقق والمفخم حكينا، مجاورة المغن لغير المغن أيضا، الحرف المشدد مثل ما تفضلت مظنة الوقوع في الخطأ غالبا تذهب شدته ولا تقرأ، الوقوف على ساكنين. شو الأمثلة اللي قرناها اليوم؟ كلها هيك صح ولا لا؟ مثلا وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. هزل هزل. شايفين كيف؟ فصل فصل. مل مل. والعفو العفو. واضح؟ هذا أيضا ليه؟ لأنه غالبا قد يتحرك الحرف قبل الأخير بالهزل مثلا، إذن هو مظنة الوقوع بالخطأ. طيب، إذا ننتبه إلى هذه المظان، في حد عنده زيادة على هذا؟ تفضل. صفات. صفات. بالنسبة للعفو الواو راح يحفظ نصفه ولا كيف؟ لا كم؟ العفو. بس راح تحرك الفاء. لا ما تحرك فسيح. ما تقول ذلك، قلنا مظنة وقوع خطأ. طيب، في حد عنده إضافة على هذا؟ طيب، بسم الله نكمل. إلى هنا في سؤال؟ إلى هنا في سؤال يا جماعة؟ طيب، ما أسباب الوقوع في الأخطاء؟ هذه مظنة وجود الخطأ، الآن يوجد أسباب.
ما أسباب الوقوع في الأخطاء؟ تفضل. الجهل بها. أحسنت. نعم. الجهل بها. الجهل بها إما قد يؤدي إلى إتيان عكسها أو غيابها تماماً. يعني مثلاً في بعض وجوه الأداء تحتاج إلى معرفة، مثل النبر. النبر هذا ما بيجي يحكي والله هذا خطأ أدائي. هذا يحتاج أولاً إلى إيجاد معرفة بما يسمى النبر، ثم بعد ذلك يطبق النبر. إذا عدم وجود معرفة كمان. ما معنى النبر؟ النبر نبر، قوة الضغط على الحرف المشدد أو المهموس. شن بارح قلنا السماء، هذا نبر. تفضل. تعود اللسان على الكسل. اعتياد اللسان، عدم وجود رياضة كمان. أيوة. مخارج الحروف. إيش مالها؟ يعني لازم تقرأ. يعني ضعف المخارج. طيب كمان تفضل. اللهجة. قولكم ما شاء الله اللهجات ما شاء الله. طيب كمان. أسباب خلقية. أسباب خلقية أحسنت. أسباب خلقية. وعطي لهم صورة اللسان، بعت لك إياها. شفتوا كيف صورة اللسان ومربوط؟ لا ما شفتوا. طيب بعد الصلاة إن شاء الله بنورجيكم إياها. طيب أيضا. أحيانا يكون الخطأ من المعلم وهو يتلقى. هو نفس الشيء. خطأ زي مثل ما قلت في البداية، خطأ معلم. طيب كمان. عجمية اللسان. طيب خلينا نشوف أسباب الوقوع بالأخطاء. غياب المعرفة النظرية والعملية بالدرس الصوتي. ما بعرف كيف تأتي الأصوات، ما بعرف كيف تخرج المخارج، ما عندي معرفة نظرية وعملية بهذا الأمر. غياب المعرفة النظرية الصحيحة بكيفية الإتيان بالألفاظ، مثل ما قلنا قبل شوي عن النبر. أنا ما بعرف، الشيخ سأل شو النبر، ما عندي معلومة عن النبر، وبالتالي لا أستطيع أن آتي به. ما بعرف كيف تأتي حروف الرخاوة، ما بعرف كيف تأتي يأتي الحرف المشدد. ولذلك هذا برضو اشتغلوا عليه أئمتنا شغل كبير. وأما المحرك فحقه كذا، وأما المفتوح مثلا. الآن عم واحد عم بقرأ بقراءة ثانية، لا يدري كيف يأتي بالتقليل، لا يأتي كيف يأتي بالتسهيل، لا يدري كيف يأتي بالتسهيل مع الإدخال. قولا واحدا سوف يخطئ في هذا الأداء، فلا بد من إيجاد المعرفة النظرية. طيب ضعف النفس. ضعف النفس مظنة وقوع في أخطاء. مثلا شو الأخطاء اللي سببها ضعف النفس؟ تنقيص المدود. كمان. ما هي الحروف التي تعتمد على النفس؟ الهاء. حروف الهمس عموما، لكن ابرزها ضياعا ما هو حرف الهاء. ايضا ضعف النفس الى ماذا يؤدي احيانا؟ احيانا اللي بيقرا بيقطع القراءه قبل ما الجمل. احنا ما بنحكيش عن المعاني، المعاني باب ثاني. المعاني هذا شغل كلياته ملوش علاقه بال. احيانا يتنفس، بحكي بالعربي الصح، يتنفس خلال قراءه بنص الكلمه مثلا، يعني يقطع الكلمه بالنفس، وهذا خلل وقد يكون لحن جلي ايضا. تفضل. عدم الجلوس هذا سبب، يعني سبب ضعف النفس عدم الجلوس. لكن احيانا ايضا ضعف النفس ياتي بغنن، ياتي بغنن اثناء القراءه. لا نشوف المثال هذا، فسبح بحمد ربك واستغفره. ماذا النفس؟ وقول واحد سأعتمد على مصدر آخر لخروج الكلام غير مصدر الفور، وهو مصدر الخيشوم. مثلا فضلا، راح النفس من طلعت الضاد من الخيشوم. طيب الارتباك والخوف أيضا سبب من أسباب الوقوع في الأخطاء، لأنه الارتباك والخوف في الغالب سيؤدي إلى ضعف النفس، وسيؤدي إلى تقطيع القراءة، سيشتت التركيز. احنا قلنا في البداية أنه أثناء الرياضة في البداية لابد من حضور التركيز، خاصة إذا في مقطع أنا مش معتاد عليه، في أداء أنا مش معتاد عليه، وبالتالي لابد أن يكون تركيزي حاضر وأنا عم بقرأ. الارتباك والخوف شو بيعمل؟ بيقطع ركب. شايف بيقولوا؟ يذهب كثير من التركيز. طيب كيف نتخلص من الارتباك والخوف؟ رهبة الامتحان بتنتهي في الدنيا؟ لا بتنتهي. طيب كيف أتخلص منها؟ كيف أخفف منها؟ كيف أجعلها قضية عرضية تذهب وتذهب بسرعة؟ في التمرين. كيف يعني تمرين؟ تمرين على ماذا؟ القراءة. استمر.
بدعي طبعا قدام يعني قراءة مع الشيخ. بالانجليزي بيقول deep breath يعني نفس نفس قوي. دخلنا في البرمجة العصبية. طيب كمان لحد الآن ما سمعت شيء؟ ما سمعت شيء؟ تفضل. تدريب على ماذا؟ تدريب على ماذا؟ على القراءة. تدريب على جلسات الاختبار. تدريب على جلسات الاختبار، لأنه غالبا الخوف يقع، غالبا الخوف يقع في الاختبار. دائما في خطأ نقع فيه نحن، إنه نحن نعود الطالب أن يجلس أمام شيخ واحد فقط، بالذات هذا بالحفظ، بالذات في الحفظ. ولذلك كان فائدة عرض على الشيوخ يا أخفاك، إنه الطالب يعتاد إنه يجلس أمام أكثر من شيخ، وبالتالي مهما عرض بعد ذلك يعتاد. فعندنا مشكلة بالحفظ، إنه أنا أجلس أمام شيخ واحد ليحفظني. فإذا أردت أن أختبر اختبار أمام لجنة، صار في شيوخ آخرين، وجوه آخرين، طريقة أخرى في التسميع، طريقة أخرى في رد الأخطاء، طريقة أخرى في انتقاء المواضع، وبالتالي حصل الارتباك. فلا بد من التعويل على هذه الجلسة. طيب التكلف، خليكم معنا الله يرضى عليكم. التكلف سبب من أسباب وقوع بالأخطاء. ما هي الأخطاء الناتجة عن التكلف؟ بدي أقرأ لكم قراءة متكلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ما حد يضحك، احنا ما عم ننكت الله يرضى عليك. نعم نضرب مثال، نضرب مثال لقراءة متكلفة. ما هي الأخطاء التي يمكن أن تأتي من القراءة المتكلفة؟ طبعا التكلف يأتي نتيجة الخوف، نتيجة ضعف النفس، نتيجة أنه بداية التدريب، لا زال في بداية التدريب، عم بنتقل من حالة إلى حالة. ما هي الأخطاء المتوقعة من التكلف؟ أيوة ليس بالضرورة لكن ماشي بمشي لك إياه. تفقيم وترقيم، مطمطة قصدك، مطمطة. أعوذ، ما هي واحد اثنين مطمطة، مطمطة كمان، خنق الحروف كمان، بمعنى بعض الحروف الرخوة قد تذهب رخوتها، بعض الحروف المهموسة قد تذهب، قد يذهب همسها. بمعنى التكلف تقبلي من من؟ من المبتدئ. في حدا حكى غير هالحكي يا جماعة؟ هل بحكي التكلف يقبل من المبتدئ بس، بعد ذلك لابد أن يتعود. الآن إذا واحد عم بقرأ وصل له فترة بتدرب وقرأ مثلاً ختمة 15 أجزاء، بعد ذلك لا يقبل أن يكون يصبح التكلف عيب. طيب لماذا عيب؟ لأنه يؤدي إلى 1، 2، 3، 4، 5، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء. إحنا ما بنتكلم عن المبتدئ، إحنا ممكن نبدأ بهذه الطريقة. المبتدئ يقبل منه. الاضطرار يغتفر للصغار. قيل لأبي عمارة، قيل لدخل سفيان على حمزة، ما هذا الهمز والمد والقطع الشديد؟ قال شو هالقراءة اللي عم بقروها طلابك؟ قال هذه رياضة للمتعلم. المتعلم يقبل منه. سوف نأتي الآن على بعض الطرق لتصويب الأخطاء لا من وجود التكلف. طيب كلام سليم. طيب يبوسة الفك وعدم رياضته والعادة النطقية كما ذكرتم. طيب كيف نصوب الأخطاء؟ قواعد رئيسية في تصويب الأخطاء. هذا كلياته الكلام مر علينا سابقا لما تحدثنا عن المواضيع السابقة، لكن الآن أنا عم بجمع لكم إياه في مكان واحد. أول قاعدة هي رياضة الفك، ما راح أتوقف عندها لأننا تحدثنا عنها طويلا قبل ذلك. رياضة الفك هذه أول قاعدة، لابد من إيجاد رياضة الفك بطرق إيجاد رياضة الفك اللي تحدثنا عنها في أول درس، ذكرنا مجموعة من الخطوات لرياضة الفك. اثنين، القراءة بالتحقيق أيضا تحدثنا عنها. قال الداني رحمه الله: والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع، ويؤمن بالتحقيق تحريك ساكن أو اختلاس حركة متحرك. هذا برضو تحدثنا عنه المرة الماضية. طيب ثلاث، شو بتلاحظوا هنا؟ هذا المثال قرأنا امبارح، التفريق بين قسمنا، قسمنا، تصحبون، يسحبون. ايش بنأخذ منه هذا النقطة؟ تقييم التجاوز.
وسيلة من استعمال ماذا؟ انتقاء الأمثلة الصحيحة. انتقاء الأمثلة الصحيحة التي يجب أن يتدرب عليها الطالب. عندك طالب أو عندك طالبة عندها مشكلة بالغنن، بتيجي على كلمة مثل كلمة يؤمنون، يعلمون، 20 كلمة بالقرآن الكريم، تعطيها إياها واجب تدربي عليها طوال اليوم. عندك طالبة عندها مشكلة في الألف، تقول لي تدربي على سورة الشمس والشمس وضحاها مثلا. بدي أعرف ما هي الأمثلة المناسبة التي يعطيها للطالب كي يتدرب. مشاكل تفخيم وترقيق لابد أن يكون لدي أمثلة. لاحظوا الداني رحمة الله عليه هذا المثال اللي أعطانا إياه حتى نفرق بين المطلق والمنفتح. وبالتالي المعلم بده يكون مجهز نفسه إذا كان يريد أن يكون مفيدا. طيب، أربعة، تقطيع الكلمة إلى مقاطع، وهذا برضو ذكرناه المرة الماضية. خمسة، الكلام اللي قالت أختنا، قال حمزة رحمه الله: إنما أزيد على الطالب بالمعنى ليأتي بالصواب. إنما أزيد على الطالب بالمعنى ليأتي بالصواب. بالمد أو بالمعنى. إنما أزيد على الطالب بالمعنى أو بالمد ليأتي بالصواب. ما معنى هذا؟ الآن إذا كان عندي طالب مثلا لا يستطيع أن يأتي بمقدار المد الصحيح، قل له جيب مد أربع حركات مثلا والسماء، ما بيستطيع، بيقول والسماء بقصر، بزود له إياها والسماء حتى يطول أكثر. مثلا عندي طالب عم بيختم الألف بمخرج مغلق بس، مثلا والضحى بيقول هكذا، بقول له قول والضحى، بعطيه وسيلة أخرى للتدريب مثل ما قالت أختنا، خليه يتكلف فيها شوي. طالب عنده مشكلة بحرف السين بقول له شد عليه والسماء مثلا، ليه؟ حتى يشعر بحرف السين أكثر، كذلك حرف العين، كذلك حرف الصاد. استخدام الأنف، استخدام اليد بالوضع على الأنف، هذا أيضا من هذا المعنى. هذه الوسائل التي يعطيها الطالب كي يتدرب على القراءة. ثم بعد ذلك يعرف الطريقة الصحيحة في الأداء. طيب، إذن لابد المعلم أن يمتلك هذه الوسائل، يمتلك طرق من أجل الإتيان بالأداء الصحيح عند الطالب حتى يعوده على الإتيان الصحيح للقراءة. طيب، التدرب على الحروف مفردة بجميع حالاتها برضو ذكرناه، استخدام المرآة والتسجيل. طيب، إحنا قلنا التسجيل فائدته كذا، والمرآة أنه ترى حركة، ما فائدة المرآة؟ أنه يرى كيف يؤدي. طيب، الآن في فائدة أخرى لاستعمال المرآة. معلم القرآن الكريم، من صفات معلم القرآن الكريم الناجح أنه سليم الأدوات. ما معنى سليم الأدوات؟ سليم البصر والسمع والنطق. ما معنى سليم البصر؟ يعني نظره 6/6، بيشرب جزر كثير. ما معنى سليم النظر؟ ملاحظة، يستطيع أن يصوت، يستطيع أن يميز الخطأ من الصواب من خلال النظر. وأنا عم بطلع على الطالب كيف يقرأ بعرف أنه أداؤه خطأ، حتى لو ما أسمع بعرف أداء الطالب خطأ. هذا أيضا المرآة تعزز هذا الجانب عند الطالب. الأخذ من فم المتقن الذي يريد أن يتعلم القراءة السليمة، لابد أن يأخذ من فم المتقن. ثم من فوائد رياضة الفك كما قلنا رياضة الأذن، ولا بد من مصدر المرجعين للتلاوة الصحيحة دائما. قواعد عامة للتخلص من الأخطاء: المعرفة النظرية بعلوم التجويد، كلما قويت المعرفة النظرية كلما سلمنا من الخطأ. المعرفة الأدائية الصحيحة من فم المتقن كما قلنا، قد يتعدد الحل وقد تتعدد الطرق إلى الحل، يعني ما في حل واحد، مش والله الحل اللي وصفه فلان أو وصفة فلانة هو الحل الأمثل. ما يصلح لهذا الطالب قد لا يصلح مع هذا الطالب، وبالتالي لابد أن أجرب عدة حلول. في بعض الطلبة من حيث الاستجابة تختلف استجاباتهم، فمنهم من يستجيب بسرعة ومنهم يحتاج إلى فترة للاستجابة، وبالتالي قد تتعدد طرق الحل، ما في حل واحد بصنم عنده وبعدلوش، لا، يمكن أن أجد أكثر من حل في ظل معرفتي بوسائل الإتيان بالأصوات. ها،
قد يختلف الوصف، والمهم النتيجة، مثل ما قلنا عن موضوع النبر والمشدد وغيره. ضرورة ربط التجويد بنشأته وأصله، إنه قلنا الصفات من أين جاءت، كيف جاءت الرخاوة، كيف جاءت الشدة، كيف جاء الإخفاء عند العرب، كيف جاء الإدغام عند العرب، لابد من ربط هذا ليه حتى يؤدي الأداء بشكل صحيح. كيف أتعلم الإخفاء بشكل صحيح؟ كيف أعلم الطلبة الإخفاء بشكل صحيح؟ أربطه بمعنى الإخفاء عند العرب، وأنهم قصدوا به التخفيف، وأنهم يستعملون ألسنتهم مرة واحدة. طيب، رغبة القارئ اللي حكينا التي تنتج من القناعة، والمعلم يعطي المفتاح والطالب عليه الولوج. يعني إحنا نعطي الطالب طريقة التدريب، ثم بعد ذلك لابد أن يشعر المعلم أن الطالب يبذل جهد، لابد أن يشعر معلمي أنني أبذل جهد في البيت وأتدرب لوحدي قبل أن آتي عنده، مش كل اعتمادي عليه. إذا شعر بهذا كما قال الداني فليعطي الطالب الشيخ ما يريد حتى يعطيه الشيخ ما يريد. ثم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، كلما كان التعلم والتدريب في فترة مبكرة، لا ما راحت علينا، بس قصدي يحتاج إلى جهد أكبر. كل ما الإنسان بلش يواسوا بعض الحجات، كل ما الإنسان تعلم وهو مش بكرة القدم وبالرياضة، شو بقوله؟ خذوهم صغارا. إحنا عندنا مشروع في معهد القراءات لمنح السند لطالبات وطلبة عمرهم 15 و 14 سنة ممن تخرج من حفظة القرآن الكريم من حلقات الجمعية. صدقوني 30 ساعة الطالب والطالبة يتقن إتقان عجيب، بينما كلما كبر، ليه؟ احنا قلنا ان نحن بحاجة الى ان نخرج الطالب من عادة نطقية الى عادة نطقية. الان صار لي 15 سنة اقرأ بعادة نطقية غير لما كان صار لي 30 سنة و 40 سنة و 50 سنة، صح ولا لا؟ كلما طال العمر كلما احتجت الى جهد اكبر. بينما، وهذه وصية لكم، ابدأوا مع الصغار، ابدأوا مع الصغار بتصويب المخارج، بتصويب النطق، حتى بعد ذلك لما يكبر لا نجد حافظ لكتاب الله وهو يقرأ بالعجمة. ننتبه إلى هذا حتى لا نقع في مطب بعد ذلك، والله تعالى أعلم. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المجال، ما أحببنا أن نجمع به ما قيل سابقا ونضيف عليه بعض الأمور حتى نضع مادة نظرية لكيفية تصويب الأخطاء وكيفية التعامل مع أخطاء الأداء. تفضل. بعض الحلقات يكون معنا كبار في السن، هم حريصين لكن يغضبون عند التصحيح، عند كثرة التصحيح تجد تغضب، يعني تشعر إنه استقلتيني أو أحرجتيني أو ما إلى ذلك. مثل الحالة المعدل، لا ما نعدل، ما في شيء اسمه عدل. بس تذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي شو قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا اخر. ده اسلوب، تحتاج الى اسلوب، تحتاج الى اقناع، تحتاج الى جلسه فرديه، ايجاد القناعه، ايجاد الاسلوب الحسن. بعض الناس لا يقبل ان يرد امام الاخرين فبده حوار، يعني بدنا نجد اسلوب. لكن ما بعد بالقران، ما بعد، خاصه اذا كان اللحن متعلق ب مخرج أو صفة يؤدي إلى مشكلة بالأداء. طيب. إيش بلدنا قصدك؟ المغرب. نعم. معقول أنتوا شيوخنا الآن، يعني مؤخرا اللهم بارك، يعني هناك دور قرآن وكذا وتعليم قراءة. بس القصد إنه لما أتيت هنا ما كان عندي أي علم بتاتاً بالتجويد ولا أي شيء. سجلت أول دروسي، كنت سجلت أونلاين، كان تعليم العلوم الفرعية. الحمد لله تعلمت على يد شيوخ، أسأل الله عز وجل يجزيه ومعلم الفردوس الأعلى من الجنة. بس القصد أن أول ما بدأنا به أول سنة كان تعليم حمية طالب العلم بشرح الشيخ العثيمين، اللي هو
أنك آداب طالبة. أحسنت، جميل. بعد سؤالي يعني للأخوات اللواتي وصلنا إلى مرحلة الإجازة، ماذا هل يجوز أن يشترط عليهن أخذ شرح كتاب طالب العلم قبل البدء؟ أول شيء لا يوجد كتاب يمكن أن أعتبره هو العمدة وليس غيره. أول شيء آداب طالب العلم، هذا واحد. اثنين، ما في شرط الإجازة شيء مثل هذا، لكن هذا بصير سلوك معلم، يعني اجتهاد معلم. والله أثناء الختمة أو أثناء الدورة وجدت أن الطلبة عندهم مشكلة فلانية، فعززها بعالجها، يعني برضو ما بدي أنهي المقرر على حساب قضايا أخرى. بتصير قضايا تخول في الموعظة، ممكن ينظم دورة خاصة في شرح كتاب التبيان، شرح الكتاب هذا، شرح بعض الكتب التي تؤدي إلى تهذيب الطالب، ممكن. لكن أنه أقول يجب، هذا لزوما لا يجب. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، نلتقي بعد الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني أخواتي، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرن بطيب العيش إنسانه. سعدت في هذه الأيام القليلة بإقامتي معكم في هذا المكان المبارك الذي شعرت ورب العالمين يشهد أنني أعيش فيه في روضة مباركة. أشكركم جزيلا على أن أشعرتموني بما معنى الحياة مع القرآن. أنا بالنسبة لي شعرت أنني في معسكر أو مخيم تدريبي أو في عزلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، عزلة عن كل متعلقات الأعمال والأعباء وإلى آخره، وخلوة مع الله سبحانه وتعالى مع كتابه ومع ثلة نحسبها أنها من أهل كتابه الكريم. في هذه الأيام التي قضيناها معا حاولنا جهد المقل أن نؤسس لبعض القضايا المتعلقة بتحسين الأداء التي فتحنا مفاتيحها، ولا شك أنه الولوج إلى داخلها يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مواصلة، لا يحتاج إلى مجرد محاضرات فقط. هذا العلم لا ينال بالمحاضرات، إنما ينال بثني الركب، ينال بحني الرقاب، ينال بحني الظهور أمام المعلمين وأمام الأستاذين. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون زرعنا بعض البذور، أن نكون عززنا بعض المفاهيم، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى. لا شك أنه في هذه الأيام تم طرح العديد من القضايا تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، ولا شك أنه في أثناء هذه الدروس كما أحسب أن هناك كان بعض المفيد، أكيد كان بعض العثرات، أكيد كان بعض الأخطاء، ولذلك أسأل الله تعالى مغفرته ورضوانه. ومن قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كأنك له كفارة لما تم في المجلس. فأستغفر الله عن أي خطأ أو أي زلل، وأعتذر منكم عن هذا الخطأ أو الزلل، أعتذر عن أي فظاظة أو غلظة أو سوء أدب صدر مني، وهذا يعني من طبعي سوء الأدب والغلظة والكذا، لكن أعتذر عن هذا. وبكرمكم وفضلكم وحسن أخلاقكم صبرتم علي، صبرتم على هذه الأيام، أسأل الله تعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء. في الحقيقة لا يصف شعوري في هذه الأيام العشرة إلا أن أقول لكم جزاكم الله خيرا، وكنتم نعم الأهل في الغربة، ونعم المعين على هذه الأيام، ونعم المعين على هذه المسافات التي قطعناها. لو لم أجد منكم الإقبال، ولو لم أجد منكم التعاون، لما كان للإنسان لديه قدرة أن يعطي وأن يقدم. ودائما إخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب المتلقين فيفتح على المعطي ويفتح على المتحدث. فبإخلاصكم إذا كان هناك توفيق، إذا كان هناك إنجاز، فهو بإخلاصكم وبنواياكم نحسبكم ولا نزكيكم على الله سبحانه وتعالى. أشكركم مرة أخرى على تحمل هذا البرنامج المكثف صباحا وليلا، على تحمل ما كان من تصويب أخطاء وما كان من أعمال وأعباء. أشكركم على حضوركم واحدا واحدا، صغيرا كبيرا، ذكرا وأنثى، وبالذات أشكر أستاذنا الكبير الذي أعطاني دروس كبيرة في التواضع والتفاني في العمل، الدكتور أحمد الله يكرمه، فهو صاحب فضل وأعتبره مثل الوالد في هذه البلاد، فجزاه الله عني خيرا. وأشكر أخونا الأستاذ سمير المدير لهذا المركز، أسأل الله تعالى أن
يبارك في عمله وأعماله. وأشكر كثيرا جدا أختنا خديجة حفظها الله التي بذلت جهدا استثنائيا في هذه الأيام، وما كناش ملحقين عليها مسجات طبع شهادات طبع إجازات وتنظيم، وتنظيم ما شاء الله مرتب كل شيء منظم. أسأل الله تعالى أن يعطيها أجر ما بذلنا جميعا إن شاء الله تعالى. وأشكر لكم، أشكر أخونا يوسف الله يجزيه الخير، فهو صاحب فضل أيضا في هذه الزيارة. أشكركم أيضا جميعا، أخونا محمود حتى ما يزعل مني وما يوصلنيش بكرة على المطار، أشكره كثيرا شيخ محمود. شكرا جزيلا شيخ محمود، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، واستروا ما شفتوا مني يا جماعة وسامحونا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خلينا نوزع الشهادات بإذن الله. تفضل دكتورنا. سامحني أصالة عن نفسي ونيابة عن كل زميلاتي وأخواننا. أيضا بالمثل نقوم بشكر دكتورنا الفاضل دكتور محمود. إحنا سعيدين للسنة الثانية، ونتمنى أن يتواصل العطاء بيننا إن شاء الله للسنة يا رب القادمة بإذن الله يا تعالى رب. كما وعدتنا بالخريطة الذهنية والخريطة السنة القادمة إن شاء الله يا رب. والشكر موصول لإدارة المسجد والشيخ محمد أحمد وأختنا خديجة، جزاه الله كل الخير إن شاء الله، وأكسبكم جميعا وأخواتي الفردوس الأعلى يا رب. جزاكم الله خير. تفضل سيدنا نوزع الشهادات. تفضلوا. طيب حاب تقول شيء قبل ما تصير المياه مع سيدي؟ انا مش بسم الله، لانه اذا اخذوا الشهادات خلص. اريد ان اشكر فضيلة الشيخ ان شاء الله تعالى، ونحن وعدناه انه سياتي هذا المجلس مجده ان شاء الله تعالى. نحن وعدناه في اي مكان وقت، وان شاء الله احنا الله يكرمك لك ان شاء الله تعالى مستقبلا ان شاء الله. الله يكرمك، الله يجزيكم خير. نعم كنا خديجه هذه لك ان شاء الله. تفضلي تقدير. الله يعين، كانت متوقعه هذا الشيء. جزاك الله خيرا. الله يجزيك الخير. هذا خاصة للدكتور محمود. جزاك الله خيرا. هذه هدية خاصة من الأخوات. ما شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. إيش في؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير.